طبعا اليوم حبيت اشرح لكم موضوع. طبعا اصدقائي يسولفولي ويسألوني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب على قناتي شلون اجيت انت لالمانيا، فتقدر تشرح لنا هالموضوع. فاني حبيت اسوي حلقات على اليوتيوب بعدين ان شاء الله نكملها فلوقات. فحبيت اشرح لكم اول شيء شلون انا وصلت على تركيا، بعدين اشرح لكم شلون اني وصلت اجيت من تركيا عبرت البحر، بعدين شلون عبرت البحر وصلت على اوروبا، بعدين شلون وصلت على المانيا وش صار وياي. فهسه احنا اول حلقه راح نبدي بيها راح نحكي شلون انا من العراق جيت تركيا. فمن وصلت تركيا طبعا ظليت بتركيا تقريبا، لازم يعني الناس تبقى اكثر شيء فد اسبوع اسبوعين وبعدين يعني تسافر تشوف لها قتشخشي مثل ما يسموه او ما اعرف ايش هذا، يعني الحرامي بمعنى الكلمه انه هو اللي تعطيه فلوس حتى يعبرك البحر. فهذا يعني لازم تدور، لان بتركيا كان اكو كثيرين مو قليلين، تدور لازم يلا تلقى لك واحد بيحظ امين تاخذ من يعني تعطيه فلوسك وبعدين يخليك تسافر. فانا ظليت هناك تقريبا شهر كامل انا ادور على قتشخشي ما حصلت. بعدين خلصت فلوسي بالفنادق، نوب الشهر الثاني ظليت انام بالشوارع، ظليت انام بالشوارع اكل اكل من مطاعم، ناس تعزمني، ناس تصرف علي تعطيني فلوس. ذاك الوقت فكرت انه ارجع للعراق، بس قلت لا ليش ارجع للعراق، مصطفى لا ترجع للعراق، العراق ما بي حظ وما ادري شلون، وانت سافرت وكترت روحك وفلوسك راحت عليتها ترجع. ظليت طبعا. بعدين لقيت عائلة عراقية مسيحية تعرفت عليهم، طبعا خذوني لبيتهم شغلوني هناك بمطعم مال فرن مال صمون. انه من جمعت فلوس مرة ثانية ضميتهن لما اشوف قتشخشي بحظ. طبعا انا عندي 4 محاولات للبحر مسافر بيها، من بين هاي المحاولات صارت وياي قضايا موت، ناس ماتت ومن بينها اشكال، طبعا هذه السوالف اشرحها بالحلقات البقية. فطلعت اول محاولة يأست بي، اول محاولة عطل بي الماطور بالبحر. طبعا احنا دائما نطلع الساعة 12 بالليل، وكان بقت هالجو كلش بارد والبحر الامواج ماله كلش قوية والناس تصيح وما اعرف ايش. انت اول شيء من ياخذوك بتركيا القتشخشية العراقيين او العرب سوريين اتراك، ياخذك الشيء اسمه النقطة. النقطة هي يعني البداية مع العبور مع اللي تصعد بيها بالبلم بعدين تعبر لأوروبا، اليونان كانت بقتها. من نطلع نروح للنقطة السيارة تنترس ناس، يجيبون تقريبا 60 نفر يحطوه بالسيارة، 60 نفر يحطوه بالسيارة. السيارة شن هي؟ هاي البيضة الكرفان الصغير، يعني ما اللي يحطون بيها أقفاص دجاج أو هيتشي، فيعصرون بيها عصر. أول محاولة ثانية ثالثة رابعة حاولت 5-6 محاولات نطلع بالباص هذا بالسيارة ماكو، كانت 4 كيلوات نسمع طوطوط وتجي الشرطة وتلزمنا. نطلع وراها مرة ثانية هم تجي الشرطة تلزمنا. وطبعا انسجنت مرتين هم أسأل لكم عليها إن شاء الله شلون. بعدين خلينا نقول أول مرة وصلت للبحر بالمحاولة الأولى. من وصلت للبحر أصدقائي الدنيا ليل وظلمة حيل، يعني تشوف ما حدك ويمك، الدنيا ظلمة والأمواج كبيرة والجو بارد بحيث إذا واحد وقع من البلام شي يصير بي. ظلينا القتشخشي يقول انتظر 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 لمن يجي البلام لمن يجي البلام. بعدين جابونا مطور خربان وجابونا بلام مثقب وملزقي، جينا قال يلا تعالوا. هذا الحكي الساعة 2 بالليل من 12 لـ 2 هي تقريبا الصير صعدوا، قالونا تعالوا خل نسويه احنا البلم هذا. قعدنا ننفخ بيه طبعا كل شوية ننظم كل شوية ننظم، لانه تجي الطوارئ من البحر يتعدون علينا اهل الطوارئ فيباعونا الشرطة، اذا لقفونا فيجون يلزمونا ياخذونا للسجن، بس الحمد لله بقتها ما لقفونا. فنفخنا قال يلا حتى نصعد بيه.
بعدين الموج صار قوي ما قدر انا اصعد بي. ايش قال الرجال القشقشي؟ قال خلينا نقعد هنا لمن الموج يخف. وهي اول محاوله اسولف لكم عليها. فظلينا ما صعدنا بالبلبلم يومين 3 أيام تقريبا اعتقد، نسيت انا لان الوقت كلش بعيد، صار تقريبا 3 سنوات ونص. فقبل لا نصعد ظلينا 3 أيام من تاني الموج لمن يخف والشرطة تروح. طبعا اكو ناس بلامة تصعد قبلنا، الكل بلام كيلو نص كيلو نشوفه يغرق بيلي يوصل بيتلزم الشرطة. بهذه 3 أيام والله العظيم اذا اسولف لكم كنا ناكل بس طماطة كبار يجيبونا، وهذا الخبز التركي كبير كلش. طبعا ويانا عوائل وناس كثيرة واطفال واشكال ناس. فاول محاولة قال لنا تعالوا نصعد يعني للبلم. زين انت شلون تصعد بالبلم هذا؟ انت 60 واحد، احنا ويانا الجروب 60 نفر، هذول 60 نفر كلهم يردون يشيتون بهذا البلم. يعني انت خلي هاي الفكرة براسك، وياك 60 واحد وقاعد بحافة البحر والموج كل شوي يجيك ومكرم السامع، صار عندنا اسهال وصار عندنا هواي مشاكل، واحد بس يريد يعبر، يعني هذا البلم بالنسبة لك هو حياتك. هاي هي تقول انت انا راح يعني اوصل اوروبا بهذا البلم، بغض النظر هواي ناس تموت بي، بس انت تفكيرك هناك يصير بس هالشي. تشيتنا على البلم، الناس تشيت تشيت تشيت، بوكسات صارت مالخ، واحد يصعد فوق الثاني كلها تصعد بالبلم، 60 ما يرهمون بس رهموها. يجي القشقشي ويا 2 3 عندهم مسدسات يصيح على الناس، لك ايش لك مدري شلون، لا كلها تصعد. اللي يحكي اللي يصيح ضرب بطلقه براسه، هو ايش يقول لهم بس هم ما سووها، بس هم صارت وياهم اسولف لكم بالحلقه الجايه ان شاء الله. ف صعدنا كلنا بالبلم، اني طبعا صرت بالنص لان انا شويه سمين وعندي مرض مثل الربو اختنق، فقعدت بالنص قعدت بالنص، وهاي الحمد لله اني قعدت بالنص. فبدا البلم يمشي بينا مش بينا مش بينا مش بينا، طبعا السائق اثول حش السامع. قال لنا الرجال انتوا بس تمشون قبالكم راح تصير قلوبات بالليل، هاي القلوبات هي اثينا هي اليونان حتى نعرف، فلا يعني لا تضيع هاي الضويات، خليك ماشي بس على الضويات حتى انت بس توصل لهن، انت وصلت الجزيره اليونانيه. فاحنا مشينا 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 تقريبا 30 دقيقه نص ساعه اقل الساعه، اجانا روج قوي مع المي فر البلم كله بينا. بنفتر البلم قمنا نشوف هنا اضويه وهنا اضويه ورانا اضويه، تيهنا الموضوع صارت كلها اضويه. لك شلون عد البدل قام يمشي بينا الغير ضوء، مشى 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 عطل الماطور. شلون عطل الماطور؟ طب هواء طب مي للماطور العفو من تجي موجات، هذا انا شفته بعيني، يعني من تجي الموجه تطب المي بالماطور. وتعالوا اسولف لكم السالفه شي صار بالواحد من الواحد يعني من الواحد يعني شو اسمه بنص المطر العفو بنص البحر، والساعة 2 بالليل صارت او 1:30 وظلمة ما تشوف شي بس صوت الروج مال البحر وملح ويموت موت يعني مستحيل تقعد بيه. طبعا بهذا الاثناء اجت الشرطة زورق صغير خذونا لافوا بينا وخذونا لمركز مال الشرطة، وهاي انتهت بينا اول رحلة. فقالوا لي تعال مصطفى اشتغل ويانا جيب لنا ناس حتى نصعدهم بالبلام وندزهم، البيهم ينقلبوا بلامتهم البيهم ما انا ليش اكذب عليكم، كان بقت فلوس ما عندي. فكيفت على هالموضوع، قمت اساعد الناس يعني حتى يهربون يردون يروحون تركيا لليونان شو اسوي لهم. فمن نجي احنا يعني هالقد ما عشت تركيا هواية صارت عندي خبرة، فاتاني الناس بس يجون
اقول لهم قد شخص فلان وفلان تردون تروحون وياه انا ساعدكم اخذكم اللي قمت اخذ الناس. طبعا اكو هواي غرقه بس ما ماتوا نقذهم الشرطه، اكو هواي راحه ووصله وبعدين حاجوني. طبعا انا مو فد وسط كبير صرت بس لا اجيب الناس اقول لهم هذا القشقشي اعرفه انا ثاق بي انه قمت التقي كل القشقشي هذا المهربين لتركيا. انا كنت عايش بازمير المنطقه اسمها، انا كنت بالشوارع انا مو حط الكراتين واتغطى بالبطانيه وانام شلون بجدي، ظليت شهرين هيجي اكل ماكو ميت ميت قهر. كل شويه تجي الشرطه تطب على الشارع اتذكر انا كنت بي وكلها تشرد واني وكلنا نشرد لان جوازاتنا الفيزا منتهيه، فاذا لزموا يسجنوه هذا للواحد الاتراك كانوا مشددين حيل. فكان اتذكر اكو جامع نروح نقعد بيه وناكل بيه يعطونا شوربه وسوالف بلاش. بعدين من ذول قمت تعرفت عليهم القشقشية المهربين، قمت تريق وياهم اتعشى وياهم وهواي سوالف يعني انام وياهم عندهم فنادق اعيش وياهم في سبيل اجيب لهم ناس ويعطوني باليوم ورقه مرات كل يومين ثلاثه ورقه. طبعا الورقه توسع بالكم فتشي بس بتركيا الورقه لا شيء، يعني تروح بسرعه للفندق نص ورقه ومدري شنو ماكو راحت. المهم في ثانيه محاوله والثالثه والرابعه ان شاء الله اصدقائي اشرح لكم اياهم بالحلقه الثانيه. اذا عجبكم هذا الفيديو اذا عجبتكم القصه مالتي طريقه كلامي فاكتبوا لي بالتعليقات شنو اللي ما عجبكم شنو اللي تردون اسولف لكم اياه. طبعا انا اقدر اساعدكم حتى توصلون لاوروبا توصلون تركيا ماكو مشكله، بس ما عندي مهربين وانما اقدر اساعدكم يعني اقول لكم شلون تجون الطريقه على يا طرق على يا محافظات على يا دول، بس ما عندي لا مهرب ولا هالشي يعني يعني مو ما اساعد لهالشي ولا اروج له وما لي علاقه بعد هالشي. بس اني حبيت اسولف لكم حياتي شلون انا وصلت لاوروبا وايش صار وياي بتركيا ايش صار وياي بالطريق ايش صار وياي باوروبا، يعني حتى الناس تعرف حتى الناس تستيقظ حتى الناس ما تجي لاوروبا. انا الصراحه اوروبا ما احبها، فان شاء الله بعدين اسولف لكم شوي شوي. فاذا عجبكم الفيديو لا تنسون بلايك ولا تنسون المشاركه والتعليق المشاركه حتى الناس كلها تشوف الفيديو. الاجراءات التاليه سبسكرايب لايك كومنت فيفورت.